أكد مصدر حكومي رفيع اليوم الاثنين 26 آب 2024 عدم عودة قوات البيشمركة الكردية إلى قضاء خانقين ونواحيها أقصى شمال شرق ديالى. وقال المصدر إن منصات التواصل الاجتماعي ومنها الكردية تناقلت بشكل مكثف خلال الساعات الماضية فيديوهات عن نقل معدات وأسلحة ثقيلة من السليمانية باتجاه كريمان على الحدود الإدارية من محافظة ديالى وسط وسائل غير مباشرة بأنها تنوي إعادة الانتشار في محيط بعض المدن ومنها خانقين. وأضاف أن خانقين ونواحيها الأربع تدار من قبل القوات الاتحادية بشكل مباشر والبيشمركة لن تعود إليها وهذا قرار محسوم، مؤكدا أن الوضع طبيعي في المدن ضمن حدود ديالى القريبة من السليمانية وليس هناك أي توترات أو انتشار أمني غير مألوف.